تعالي شوف فوتي وسكري باب وراكي. ايه ستي انا ما حاستنى لبكره، هلا هلا بدك تحكي لي كل شيء صاير معك، والله غليتي لي قلبي عليكي. والله ما بعرف كيف بدي افتح هيك سيره معك. ها معناتها في سيره مخبيتيها ولازم اعرفها، يلا احكي. رح احكي بس بدك توعديني انه هالحكي يضل بيني وبينك وما حدا يدري فيه. الله يسامحك، على اساس ما بتعرفي اني ما بحكي. يا ستي لا تخافي بوعدك ما افتح تمي، تفضلي احكي. فخري افندي. شبو؟ اعتدى على بنتي صفية وعمل معها الحرام. شو؟ لك انتي شو عم تحكي؟ فخري افندي؟ العمى بقلبه شو مسخ؟ لك صفية قاسر؟ دخيلك دخيلك وطي صوتك ما بدي حدا يدري. طيب قولي لي انتي شو عملتي؟ هددته. إش كان ما راح يصلح غلطته ويتجوزها، أنا راح أشتكي عليهم للعادلية وهي بتاخذ لي حقي منه. بس إذا اشتكيتي للعادلية رح تنفضح البنت وأنتي مالك بهالوارد. لك شو بدي أعمل؟ ما في غير هيك. طيب قولي لي هنن شو حكوا لما هددتيهم؟ ما عجبهم الحكي وصاروا يلفوا ويدوروا وقال شو؟ عصمت بيك ما بيجوز ابنه لبنت خدامة. لك الله لا يوفقه، لك شو مفكرين العالم تتلايتهم؟ العمى بقلبه. وقبل ما أطلع من عندهم قال لح يدبروا عريس مشان يتجوز صفية. بالله شو؟ ومين هالغبي اللي حيرضى بهيك جوازة؟ ما بعرف. مشان الله ما تأخذيني بعت لي حمى، مو هيك قصدي. ولا يهمك، بس أنا خايفة يكون عم يخدرني كرمال ما أشتكي عليه وأفضحه. اسمعي لكان، من بكرة بتحمي حالك وبتروحي لعند منه وكل يوم بتروحي لعنده وبتنقي فوق راسه بلا ما يحس إنك أنت رح تسكتي عن حقك. هيك قلت؟ طبعاً هذا الموضوع ما بينسكت عنه أبداً. علي عليها صفية طفلة ما بتعرف شي بهالدنيا. هذا اللي مجنني ومجالطني ومخليني يطير عقلي. استهدي بالله، خلص طولي بالك، أنا معك إن شاء الله ما بيصير إلا اللي بدك إياه. أهم شي إنه لا يقنعوكي إنه هن بيدبروا لعريس، ما لازم ترضي إلا بفخري. شكيته لله وهو بياخذ لي حقي منه. آمين، الله لا يوفقه ولا يوجه له الخير. من تمك لباب السما يا حق. هلا معقولة خيزران تروح تشتكي للعادلية؟ بس لو بدها تشتكي كانت اشتكت على الحارك. يمكن عم تهدد تهديد لحتى تجوز صفية لفخري. ما كان لازم نتركها تطلع برات البيت. كان لازم تضل تحت عيننا لتنحل المشكلة. هي أصرت شو ساوي أنا؟ بس أنا اللي بعرفه إنه ما معها مصاري كتير، يعني اللي معها ما بيقدوها تسكن وتاكل وتشرب فيهم. إلا إذا بلشت تشتغل عند حدا غيرنا. أنا لازم شوفها، لازم شوفها وتفاهم معها، ما بدي أوقع بشي فضيحة كبيرة. إن شاء الله إن شاء الله بتلاقيها وتقدر تقنعها إن شاء الله. يا ربي دخيل بنتي. شو صار فينا؟ الله لا يوفقك يا فخري على العملة. والمصاري اللي معنا ما بيكفونا أسبوع تاني، وهيك صعب مستكري بيت متقوى فيه. شو رح نعمل يا مو؟ ما بعرف. بكرة رح شوف عصمة الزفت وحاول أضغط عليه قد ما بقدر. يا ما نحنا ما عاد نرجع عند هالجماعة، مو هيك؟ لا إن شاء الله ما عاد نرجع، ولو بدي أرجع ما كنت طلعت من عندهم وقعدت عند أم ليلى. بس يومين ثلاثة ما بدي أحرجهم أكثر من هيك. والله ليلى أم ليلى بنشربوا مع المي لكن مشان هيك أنا أجيت لعندهم.